الإعادة ديال التأهيل اللي دات في المراكز الصحية، ترصدت واحد الغلاف مالي ديال 800 مليون درهم كل سنة على مدى سنتين، اللي هاد الماتريال ما غيعجز الميزانية ديال وزارة الصحة باش يمكن لها توفر هاد التجهيزات للمراكز الصحية. وهذه عملية وطنية اللي الحمد لله عندنا 1400 مركز اللي غادي يعرفوا تأهيل، وكذلك منشآت أخرى اللي غادي تمشي على هذا الوصف الجديد. يعني هذه راه واحد يعني لا من حيت الهيكلة ولا من حيت الهندسة ولا من حيت الديكور، المراكز اليوم كلها خصها تكون في هذه الحلة هذه الجديدة باش كتعطي على الأقل واحد طابع شوية عصري، وحتى كتخلق واحد الانتمائية ديال المهنيين للقطاع ديالهم، وكذلك تعطي للمواطن كذلك ملي كيجي في أحسن ديال الظروف كيحس بواحد الراحة. وهذه خدمات اللي غتقرب، كاين رقمنا وكاين نظام معلوماتي اللي كيعطي اللي غادي يخلي يعني التاريخ ديال 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 الولوج ديال 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 المريض من نهار اللي بدا حتى الاخير، ويمكن له يدلي به في جميع المستشفيات. ما عمر كيكون واحد انقطاع، يعني كاين واحد التسلسل واحد التكامل. هذا مفهوم جديد ديال سياسه القرب كيبغى صاحب الجلاله ننصرو باش نكرسوا المفهوم ديال الدوله الاجتماعيه، وباش المواطن يمكن له يستفيد من جميع الخدمات الصحيه سواء على المستوى ديال الجهه او على المستوى الوطني. هو احنا المغرب الحمد لله في اطار هذا الورش الاصلاحي اللي صاحب الجلاله عمم التغطيه الصحيه. ملي كتكون التغطيه الصحيه عامه فبالتالي المريض ما عندوش الحق ياخذ حتى شي حاجه يشريها من خارج اذا اليوم كاين حنايا في واحد الفتره اللي هي مؤقته، اللي غادي يكون فيها تاهيل وتحسين حتى نوصلوا لواحد الوقت اللي المواطن كيدخل ما خصو حتى شي وصفه تعطى ليه. حتى الا تعطات ليه الوصفه حنا خدامين بالصدد ديال ان الوصفه تمشي يعني للصيدليه اللي قريبه ليه، وربما ان داخله في اطار ديال التغطيه الصحيه، لان بغينا التكلفه اللي كيعاني منها المواطن في الجيب ديالو بغينا نحيدو عليه، بغينا نخليو يعني العلاقه كتكون اما بين المؤمن واللي كيقدم الخدمات، ونخرجوا المؤمن من هذه العمليه هذه لان عنده التغطيه، فبالتالي ما خصوش يهز العبء حتى ديال التكلفه ديالو. وداك الشيء هذا هو اللي غنمشيو وحنا غادي كنتحسنوا. انا كنطلب منكم ديما شوفوا نص الكاس العامر، ما تشوفوش نص الكاس ديال الفارغ، فين كنا وفين ولينا، ومازال غادي كنتحسنوا ان شاء الله. مستشفى المهدي عندكم مركز استشفائي جامعي ان شاء الله كيوجد غيفتح الابواب ديالو. ماشي تعفى، طلبت الانتقال ديالها واستجبت ليها ومشات لبني ملال. شكرا لكم. السلام عليكم، معكم مروره الخريم الساكنه ديال العوده. كانت هذه المبادره ديال التدشين ديال الوزير صاحب الجلاله محمد سيد نصر الله. هذا المستشفى جاء في الوقت ديالو لانه كيستجب الساكنه ولديه اختصاصات عديده، وتمناوا التوفيق والنجاح في المسيره ديالو. وكنشكر صاحب الجلاله محمد سيرس نصر الله على هذه المبادره وهذه الاتفاده الجيده. دار سعيد، ممرض الرئيسي للمركز الصحي العوده. هذا المركز الصحي اللي كيقوم بخدمه اكثر ما يزيد عن 18000 مواطن ومواطنه، واللي كيتوفر على طبيب ديال الطب العام و13 ممرض، خمسه من الاطر الاداريه وواحد مساعد تقني. هاد الموارد البشريه وهاد الموارد البشريه اللي متوفره للمركز الصحي اليوم الحمد لله بفضل هاد التغيير وهاد الاصلاح ديال المنظومه الصحيه وهاد الاصلاحات الجذريه اللي كيعرفها القطاع، واللي كما كتشوفوا يعني واحد التغيير اللي هو جذري ديال التجهيزات والمعدات والبنايات ديال المركز الصحي اللي ولا الحمد لله غادي يكون ان شاء الله في مستوى الحدث اللي هو الورش اللي عطالو الانطلاقه صاحب الجلاله ديال الحمايه الاجتماعيه. هذا الاصلاح جاء بطبيعه الحال ماشي غير من ناحيه المعدات والتجهيزات والبنايات، وانما جاب واحد العنصر مهم اللي ضاف حاليا الوزاره في نظام العمل ديال وزاره الصحه، اللي هو النظام المعلوماتي اللي كتشوفوا امام في الشاشه. هذا النظام المعلوماتي اللي ولا الان ولا كيمكن انه يمكن المواطن ومهني الصحه في نفس الوقت انهم يتفادوا بزاف ديال الاجراءات
وبزاف ديال 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 التعقيدات اللي غادي تاخذ المجهود والوقت لا بالنسبه للمواطن ولا بالنسبه للمهني الصحه. هذا النظام المعلوماتي الان كيجيب معاه واحد الملف طبي تشاركي، يعني المواطن منين كيتسجل في المركز الصحي اولا كما كنقولوا في السبيطار ديال الحومه كيدخلوا المعلومات ديالو، كيدخل عند الطبيب كيتفتح من هاد منين كيدخلوا المعلومات كيتفتح له ملف طبي اللي فيما مشى فيما تنقل هذا النظام المعلوماتي اللي هو مرتبط بيناته، فيما مشى اي مؤسسه الا كيدخل كيكون الملف الطبي ديالو تما، يعني المعلومات ديالو حتى من ناحيه المواعيد من ناحيه بزاف ديال الامور اللي غادي تتحسن ان شاء الله. بالنسبه لهذا النظام هذا يعني كما كنقولوا نتمناو انه يكون في مستوى الحدث وغادي يكون ان شاء الله، ونتمناو انه حتى المواطن يعني خصو يعاب بهذا التغيير اللي كاين، ويحاول حتى هو من جهته يتساعد مع الاطر الصحيه انه يتعاون معهم، لانه هذه الفتره الانتقاليه الناس كانوا مثلا خدامين بواحد النظام جاء نظام اخر، يعني حتى المواطن خصو يكون تفهم شويه الاطر الصحيه وهذا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.